بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you for this event. أيضا أريد أن أشكر القائمين على أمر هذه الندوة وبشكل خاص الذين وضعوني اليوم إلى جوار الأستاذ الدكتور الأنصاري وكذلك الأستاذ الدكتور جان هيل. كما نعلم جميعا فإن احتلال الفرس لمصر بقيادة قمبيز الثاني عام 1925 قبل الميلاد كان أحد الأحداث التاريخية المهمة في تاريخ العالم الفارسي. وتتناول هذه الدراسة المعاهدة التي أعطتها الملك الفارسي قمبيز مع الملك العربي الذي كان يحمل منطقة الواقعة التي كانت في فلسطين وامتداداتها في سيناء في إطار استعداداته لغزو مصر. إن أهمية إشارات هيرودوتوس إلى هذه المعاهدة التي لم يتوقف الباحثون عندها بقدر الذي تستحقه من الدراسة المختصرة تتضح من عدة زوايا. أولها طبيعة الحدث الذي مهدت له وتمثل في احتلال مصر على يد الفرس، وثانيها أنها أقدم إشارة مباشرة في سبيلات التاريخية الكلاسيكية إلى معاهدة بين عرب شمال غرب الجزيرة وإحدى القوى الخارجية، وثالثها أنها المصدر الوحيد الذي وصل إلينا متضمنا معلومات عن المعاهدة، وآخرها أنه لا يوجد في الوثائق العربية ما يعرفنا بهذه المرحلة المبكرة من تاريخ العرب في المنطقة ولا أيضا في الوثائق الفارسية. وتلك الفقرات التي تحدث فيها هيرودوتوس عن المعاهدة بعد أن ناقش أسباب الحملات الفارسية على مصر التي يشير إليها من منظور يوناني بدون شك عندما يصفها في الحملة المصرية في بداية الكتاب الثالث. وهنا يأتي الاقتباس الأول في الهاند أوت. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى التركيز على ضوء أحد أهالي المدينة هي هليكارتسوس في الغزو بشكل عام وفي عقد المعاهدة بشكل خاص. لقد أكد أهمية دور هذا القائد الذي كان يدعى فارس منذ البداية من خلال الأوصاف العديدة التي خلعها عليه والتي أكد فيها أنه كان رجلا صائب الرأي وذا خبرة من الشؤون العسكرية. وهنا بيأتي الناس الثاني وعندنا النص اليوناني كاي نومون هيكان اسكايتا بوليكا هاكيوس، وهذا النص اليوناني الآخر اللي بيقول فيه أنه كان رجلا ذا كلمات مسموعة لوبوبوس ميكرو. وقد صاحب فانيس حملة الملك الفارسي على مصر واثبت فائدته في عملية الغزو ذاتها بما يعرفه عن من معلومات عن البلاد، ولكنه قدم قبل ذلك دليلا ملموسا على معرفته بطبيعة موقعها عندما نصح قمبيز أن يرسل إلى ملك العرب لكي يأذن له حق الأمور بالسلام. تنتظر من الإشارة إلى الطريق الواصل من فينيقيا إلى مصر أن العرب كانوا يسيطرون في تلك الآونة على المنطقات الساحلية في جنوب فلسطين، إذ كما تتضح منها أيضا حدود معرفتهم في عصر هيرودوتوس في المنطقة. ويستلفت الانتباه في هذا السياق أن هيرودوتوس لا يذكر الحدود الداخلية للمنطقة التي يقيم العرب فيها، لكونه يهتم فقط بوصف الطريق المؤدي إلى مصر كما أنه لا يشير إليهم بالاسم. كذلك فإنه لا يسمي الملك العربي الذي يكتفي بالإشارة إليه بهذه الصفة. وهكذا فإن إغفال هذا المؤرخ لذكر اسم ملك العرب وعدم اهتمامه بتحديد هويتهم ومنطقتهم يتعارض بشكل واضح مع حد سيطرتهم ونفوذهم، خاصة وأنهم كانوا يسيطرون على المنطقة بالقدر الذي جعله يؤكد هو ذاته في موضع آخر كما سنرى أن الوصول إلى مصر عبر أراضيهم أمر مستحيل بالنسبة لمن لم يحصل منهم على تصريح بالخروج. ويمهد وصف الإقليمي بأنه خالي تماما من المياه، لما يذكره هيرودوتوس بعد ذلك عن عقد الاتفاقية بين قمبيز وملك العرب. وكما يتضح من النص اليوناني وهنا بيأتي الاقتباس الثالث ومن المصطلحات المستخدمة فيه، فإن هيرودوتوس يعطي هذه المعاهدة طابعا رسميا. لقد أرسل قمبيز سفراءه أنجيلوي إلى الملك العربي لهدف محدد هو الحصول على حق المرور أسفلي، وتبادل معه لأجل ذلك العهود والمواثيق في ستيكس. ومع ذلك فإنه يستلفت الانتباه فيما يتعلق بهذا النص وبالكيفية التي تمت بها الاتفاقية عدة أمور. أولها أنه لم يذكر فانيس بالاسم مكتفيا بالإشارة إليه بوصفه الطائفة الفارسي الهلكرنسي
وثانيها أن عقد المعاهدة كان بين سفراء الملك الفارسي وبين الملك العربي نفسه، وثالثها أنه لا يسمي الملك العربي في هذا الموضع في الوقت الذي يشير فيه إلى قبض اسمه، بل ويزيد على ذلك أنه لم يسبق اسمه بلقب الملك كما فعل في المرة السابقة، بل وصفه فقط بالعربي. وأخيرا وهو الأمر أكثر أهمية، أن الاتفاقية ضمنت التزام الملك العربي بسلامة الحملة دون أن تحدد ما سيحصل عليه الملك في المقابل. ربما أن هيرودوتوس أرجع الحديث عن هذا المقابل إلى موضع آخر، ولكن صمته هنا عن ذكر الاسم لا يخلو من دلالة في ضوء أهمية دور الملك العربي. لقد استخدم هيرودوتوس كلمات أنجيلوريوبيستيس، وهي كلمات شائعة للاستخدام في سياق المعاهدات والتحالفات الرسمية والعلاقات السياسية في الخارج. كذلك فإن هذه الكلمات تضفي على المعاهدة الفارسية العربية بطبيعة الحال طبعا رسميا. وأيضا نستطيع أن نؤكد أن كلمة أسفلية ترتبط بدور الملك العربي في هذه المعاهدة، وتعني الكلمة عادة سلامة أو أمن. أما في السياق السياسي والعسكري فإنها تعني سلامة العبور أو العبور الآن. ومع ذلك فمن المهم هنا أن ندرك أن دلالتها في هذا السياق تحديدا تختلف عن دلالتها حتى في سياق المعاهدات اليونانية التي يشير أيضا هيرودوتوس إليها. في النص الأصلي نشير إلى العديد من النماذج لهذه الاستخدام لهذه الكلمات. في سياق المعاهدة العربية الفارسية تتخطى دلالة كلمة سلامة العبور المفهوم التقليدي في هيرودوتوس، لأن ما كان يريده الملك الفارسي ليس مجرد عبور قواته منطقة نفوذ الملك العربي دون أن يعتدي عليها أو يعترضها أحد، على عكس ما يذهب إليه عدد من الدارسين. لقد كان ما يريده الملك الفارسي هو التعهد بتزويد حملته بالمياه التي تؤدي إلى عبورها المنطقة الصحراوية بسلام، كما يتضح من انتقال هيرودوتوس بعد الحديث عن المعاهدة مباشرة إلى الحديث عن الكيفية التي لجأ إليها الملك العربي لتزويد الحملة بالمياه. وهنا يأتي الاقتباس الرابع. يذكر هيرودوتوس أن الملك العربي بادر على الفور إلى تجهيز المياه، وأعد أغراضا مصنوعة من جلود الجمال وملأها بالمياه ووضعها على ظهور الجمال، وسار بها إلى المناطق التي سيمر بها جيش قمبيز وانتظر وصول الكيش. وفي الوقت الذي يعلق فيه المؤرخ على هذه الوسيلة موضحا أنها أكثر الروايات التي سمعها معقولية بثانوتيروس، فإنه شعر أن عليه مع ذلك أن يذكر رواية أخرى أقل مصداقية تنهس خيثانون، ويكتفي هيرودوتوس بنقد الرواية تحذيرا أن يشرح أسباب رفضه لها. من الجدير بالذكر ها هنا تحديدا أن نقارن بين المحطات الثلاث التي تشير إليها رواية هيرودوتوس وبين مسيرة الثلاثة أيام التي تستغرقها الرحلة من غزة إلى جبل كسيس على حدود مصر، وبين الأنابيب الثلاثة التي تشير إليها الرواية الأقل معقولية. وربما أن حرصه على الإشارة إلى هذه الروايات لكي يبين كيف أن العرب تتشن مشقة كبيرة في سبيل تزويد الجيش الفارسي بالمياه. إن الملك العربي يختفي من رواية هيرودوتوس بعد هذه الفقرة التي أوضح فيها أنه وفى بمعاهدته الملك الفارسي. ومع ذلك فإن اختفاءه لا يعني أن العرب اختفوا من الصورة تماما وابتعدوا عن مسرح الأحداث، لأنهم ضربوا على ارتباطهم بالدولة الفارسية. وفي الحقيقة فإنهم يظهرون في مناسبتين أخرين بعد ذلك في كتاب هيرودوتوس يرتبطان بدورهم في حملة قبيزة تحديدا. تأتي أولى الفقرات التي تشير إلى هذه المعادلة في معرض حديث هيرودوتوس عن اعتلاء داريوس العرش، ونبات إلى الاقتباس الأخير. لقد أصبح داريوس ملكا على كافة آسيا وكافة الشعوب الموجودة فيها باستثناء العرب بلين أرابيون. لقد كان العرب أحرارا، لم يخضع العرب أبدا للاستعباد الفارسي، بل كانوا حلفاء للفرس منذ أن سمحوا لقبيزة بدخول مصر، لأن الفرس ما كانوا ليدخلوا مصر بدون موافقة العرب. وأنا في نهاية الكتاب أعطيتم تونكار أرابيون في النص.
هذه المعاملة الخاصة للعرب تتضح أيضا خلال المصطلحات التي استخدمها المؤرخ في وصف مكانتها. لقد كان العرب مختلفين عن غيرهم من الكاتيكوبوي الخاضعين للإمبراطور الفارسي، بل كانوا كسينوي أو أصبحوا كسينوي، المصطلح الذي يستخدمه في وصف علاقة فارس بالإمبراطور الفارسي. ولأن الكاتيكوبوي الخاضعين يدفعون أو يقدمون جزية فورس، فإن العرب لم يقدموا هذه الجزية ولكنهم قدموا هدايا دورا، وبالتالي لدينا هذه المقابلة بين الخاضعين الذين يقدمون الجزية والأحرار أو الحلفاء الذين يقدمون الهدايا. بنأتي هنا إلى النقطة الأخيرة في البحث، ومن هم هؤلاء العرب الذين عقدوا هذه المعاهدة مع قمبيز السبيعي؟ من هم هؤلاء العرب الذين عاهدوا قمبيز؟ يختلف المدرسون حول هويتهم، وهذا يقسم في ذلك الاختلاف إلى بني شمال شبه الجزيرة العربية بشكل عام من المناطق التي شهدت العديد من الهجرات والتحركات السكانية في منتصف الألف الأخيرة قبل الميلاد. وفيما يتعلق بهذا الموضوع فإننا نقابل في الدراسات الحديثة بثلاثة اتجاهات مختلفة. أول ما نلاحظه عن المجموعة الأولى من الدارسين أنهم لم يتوقفوا ربما كما فعل هيرودوتوس عند هوية عرب المعاهدة مكتفين بالتركيز على طبيعة الحدث. وهكذا فإن جين غارفويت اكتفى بالقول إن واقتباس إن قمبيز أيضا نجح في أن يتفاوض مع العرب لكي يسمحوا بمرور الجيش الفارسي برا عبر سيناء إلى مصر. أما المجموعة الثانية من الباحثين فإنها تميل إلى القول بأن إشارة هيرودوتوس إلى العرب تعني الضغط. وهكذا فإن أورمستيد صاحب أكبر دراسة عن الدولة الأخمينية قبل منتصف القرن الميلادي الماضي رأى في إشارة هيرودوتوس إلى عرب المعاهدة أول دليل تاريخي يشير إلى الضغط. ومن ناحية ثالثة فإن هناك مجموعة من الباحثين، وربما أن هذا هو الرأي الأحدث، ترى أنهم القيداريون. وفي الوقت الذي يقترح فيه إحسان عباس في دراسته أن القيداريين لعلهم اقتباس هم الذين ساعدوا قمبيز في زحفه على مصر، فإن هذه الفكرة نجدها أيضا في عدد من الدراسات الحديثة الصادرة عن بلاد العرب. وهذا فإن ما ذكره إحسان عباس بشكل يرجح فيه هذا الأمر، ذهب باحث آخر إلى تأكيده قائلا إن بلاد العرب التي أشار إليها هيكاتاريوس وخلفه هيرودوتوس كانت في الحقيقة بلاد قيدار، أو على الأقل يديرها حكام من قيدار. وفي الحقيقة فإن هناك عددا من الإشارات التي تؤكد ربوة نفوذ القيداريين منذ نهاية القرن السابع قبل الميلاد. كلنا نعلم جميعا ما حدث في عصر الإمبراطور النرمونية، وفي هذا السياق تحديدا نستطيع أن ندرك دلالة المعاهدة. لقد كانت قوة القداريين من ناحية والمنطقة التي يسيطرون عليها من ناحية أخرى يشكلان عاملين لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض في تشكيل العلاقات العربية الفارسية في تلك الآونة على أساس من الصداقة والتحالف. وفي الختام تزودنا إشارة هيرودوتوس إلى المعاهدة التي عقدها قمبيز مع ملك العرب المقيمين في منطقة جنوب فلسطين وسيناء قرب نهاية القرن السادس قبل الميلاد، بأول إشارة تاريخية في المصادر الكلاسيكية إلى معاهدة بين إحدى الجماعات العربية في شمال الجزيرة وإحدى القوى الخارجية في منطقة الشرق الأدنى القديم. تتميز الإشارة بأهميتها لكونها المصدر الوحيد الذي يشير إلى المعاهدة، ولكونها تفسر المجالة الخاصة التي ميزت عرب المعاهدة بين غالبية رعايا الإمبراطورية الفارسية في عصر ملكيها قمبيز وداتي. يتبين كذلك من المناقشة السابقة أن العرب الذين عقد معهم قمبيز المعاهدة التي أشار إليها هيرودوتوس هم القيداريون وليس الأمطار على عكس ما كان يعتقد بعض الفارسيين. وكما يتضح من إشارة هيرودوتوس إلى نظام حكمهم فإنهم كانوا قد وصلوا عندئذ إلى درجة كبيرة من التطور السياسي تقترب بهم من المجتمعات المستقرة في الولايات المدن الموجودة إلى الشمال منهم في فلسطين وفي نيبيا وبلاد الشام. شكرا لحضرتك.